بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. واستوديو تحليلي جديد لمباراه الاهلي واسوان في الدوري المصري العام الممتاز. ماتش النهارده من الماتشات الصعبه جدا، بس قبل ما ندخل في نتكلم عن مباراه النهارده، طبعا فاكرين اخر مباراتين حضراتكم لما النادي الاهلي تعادل في مباراه مع البنك الاهلي 1-1، والمباراه اللي بعدها كسبنا الانتاج الحربي في الدقائق الاخيره 3-2. فماتشات النهارده او ماتش النهارده والماتشات اللي الناس فاكراها انها سهله او بتستسهلها، لا، انا عايز اقول لكم حاجه، الماتشات دي صعبه جدا جدا جدا، وخصوصا لما بتيجي في نهايه الموسم او في نهايه الامطار الاخيره. الامطار الاخيره دي كله بيستبسل ويقاتل، والنقطه بالنسبه له مساله حياه او موت. يعني الماتشات دي مع الفرق دي بتفكرني، كان في فيلم زمان اسمه فيلم الارض، كان الفنان محمود المليجي اسمه محمد ابو سويلم. محمد ابو سويلم ده كان ماسك في الارض بايده واسنانه علشان ما يسيبهاش. اي الفرق دي بتعمل معاك كده. الفرق دي من اصعب الماتشات اللي انت تلعبها الفتره ديت، هي الفتره دي ماتشات محمد ابو سويلم، ماتشات الفرق اللي هتمسك في رقبتك عشان تاخد نقطه، لان النقطه بالنسبه لها مساله حياه او موت. النقطة بالنسبة لها ممكن تقعدها، النقطة بالنسبة لها بين حتى الانتاج الحربي اللي هو آخر فرقة في الدوري ما زال عنده الأمل لحد دلوقتي، ما زال عنده الأمل إن هو يقعد في الدوري الممتاز. فالفرق دي ماتشاتها أكتر صعوبة من الفرق اللي هي بتتوسط الجدول أو الفرق اللي بتلعب على تحسين المراكز. هي بتلعب على تحسين المراكز بس، فمش فارقة معاها قوي إنها أولاً هي ضمنت البقاء، فبتلعب للشهرة، بتلعب لتحسين مركز. انما دول بيلعبوا ضد النادي الاهلي، وبيلعبوا كمان علشان يقعدوا في الدوري الممتاز، لان موقفهم صعب جدا. الناس تتخيل ان الاربع ماتشات اللي ورا بعض مع الاربع فرق اللي تحت ده هديه. لا، دي مش هديه، مش هديه. ده انا مش عايز اقول كمين، لان ده كان بالاتفاق عادي مفيش مشكله. دي ده ترتيب ماتشات، انما الماتشات دي في منتهى الصعوبه، في منتهى الصعوبه، واحنا جربناها واحنا لعيبه قبل كده. الفرقه دي املها فيك في نقطه تاخدها منك، في مكسب تاخده، تقفل معاك وتحاول تخطف جول. فالماتشات صعبه جدا جدا جدا، مش زي ما ناس كتير متخيله ان الماتشات دي سهله. وشفنا في ماتش البنك الاهلي، وشفنا في ماتش الانتاج، ممكن يكون في بعض الاخطاء، طبعا اكيد الاخطاء موجوده، انما الماتشات دي في منتهى الصعوبه. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي باذن الله النهارده يوفق لاعبوه ويكسبوا الثلاث نقاط.